اللهم أبعد من يتكلم عني بالسوء ومن يكره أن يرى سعادتي. استودعتك يا الله نفسي من ذل الحياة ومن كبرياء النفس ومن ضجيج التفكير ومن عين حاسد ومن قلب حاقد وصداقة منافقة وحب كاذب. اللهم إن ضلت نفسي طريقها فردها إلى طريقك ردا جميلا. السلام عليكم متسبين ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الظروف داخل المغرب وخارج المغرب. يا أحلى وأغلى متسبين عندي اليوم إن شاء الله غادي تدوزوا معايا باش نقدر واحد الشوية ديال الخوت الخبار. وهانتوما أنا هانتوما هانتوما هنايا الخوت غادي نتفرجو باش قولوا لي باش الفطرة غادي نديرو الفطرة. عندي هنايا واحد الشوية ديال مطيشات الفطرة البصلة الحامض الزبلة حارة بنات غادي نحك التومة وغادي ندير الشرمالة ديالي نفوت ندير واحد شوية ديال الزيت كما تكون ديروا واحد الشيء ديال التحميرة وغادي نديروا واحد الشيء ديال الربيع هنا راه ما نديروهاش غنديروا واحد شويه ديال الماء وغادي تصفيو غير بالملحه وشويه ديال البزار طبق الحمضة يا
الصلاه ديالنا هي هذه، غادي نزيد هاد الفتات حارين الحمص كما بدات الطاوة ديالي، شنو غادي ندخلها للفران تطيب ان شاء الله، وغادي نشاركها معكم ونوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. ما تمشيو فين ما تزبيوش البنات المتتبعين ديالي الغاليين، اسمحوا لي الا شهيتكم. المهم هادي هي الطاوة ديالنا بعد ما طابت، جات معلكة وجات كتشهي، وها حنا راه زينا سخون ان شاء الله غادي نحط مرتي شويه باش ياكلوها البنات بصحه وتصوم وراحتهم وتسكن نتوما عشاكم او فطوركم. المهم كتبوا لي في الكومونتير كي جاتكم الطاوة ديالي ديال الحوت، وشكرا لكم بزاف، ولو وصلتو حتى لهنايا ديروا لايك وخليو لي شي تعليق يكون زوين ويكون ان شاء الله يكون محفز باش نعاود نعطيكم الجديد ان شاء الله. وهانتم